السلامة. مع السلامة. قد منا روح؟ امنة. متزوجة. تعمل في حياتك؟ انا نخدم في معمل، عندي 4 صغار، ربي يفضلهم. عايشك؟ والله نسكن في دوار هيشر، فهمت الوضعية مش مستقرة، فهمت. انا وضعية متاع العائلة ولا متاع الخدمة؟ لا لا متاع العائلة. كيفاش؟ متوسطة متوسطة، معناها الراجل عامل يومي، فهمتني، انا نعاون فيها وكأنا نخدم، معناها نخدم في معمل ننظف، فهمت، كل شيء. مين الحياة؟ صحيت اي هكاك، فهمت. وبتبيع الكل عايشين ببركة ربي. عندي 3 بنات معايا، وبنتي الكبيرة تبارك الله 21 سنة عند امي من راجلي الاول، وانا عندي منه ذي 3 بنات. تزوجت مرتي؟ اي صحيت. شنو اسباب فشل الزواج مثلا لو؟ والله ما خاطر من ناحيه الماديات، فهمتي، راجلي الاول معناها الماديات ماك تعرف، هو كان يخدم في التوريزم، توا الدنيا فهمتي الدنيا كازة برشا، كهو ما تفهمنيش، كل واحد مشي على روحه. من الاول كانت الامور سافا ماشيه، بعديك هكاك أغلبية الطلاق يصير على خاطر مديت مثل الراجل ما يصرفش على المرأة، ما فهمت، ولا يمشي يبدا عنده فلوس يمشي يخلي صغاره للشهر واحد ويمشي للشربة، فهمت، قمارة، فهمت، هاي هكيكة. هو كان هكا يتصرف؟ لا نحن ليه لا، وانا مكثورية الشربة كهو، نتفهم. انا طلقت بالتراثي وعجبنا البنوتة ذي وكهو. البنوتة ما كانتش هكا تتحس شوية من زوج أمها من بعد؟ والله عندها إحساس، أي والله عندها. ديجا كي يقولها إجا مرفد بحذية ما تحبش تجي بحذية، خاطر تقول يا ماما ما نحبش، خاطر أنا وراجلك ما نتفهموش. هما بالحق ما يتفهموش؟ أي ما تفهموش، ما فما، هي تحب تقعد على راحتها، فهمت، تحب تقعد في بيتها، ونحن ما عندناش لي شومبر، فهمتك، البرشة، فهمت، كها هذيك هي. انا ندومك تبدا يا ريت مكثوري ديما راجل ام. انت حسب ما ترى يعامل فيها في معامله بهي ولا لا؟ انا مع نقول الصراحه والله بهي معها، اما غير انا بنتي هي تحب، خاطر تو جيل تو يحبوا على شدوا تليفون كونيكتي، فهمت كيفاش، هي تحب تقعد على راحتها هكا. قد عمرها؟ تو عمرها 20 سنه، بخلاف انها تشوف في شخص اخر غير بوها، معناها في الدار. صحيت هكيك اي هكيك. يظهر لي هربنا بالموضوع اللي كنا باش نحكيو فيه. موضوعنا علاش التوانسه يتشكيو من محتوى البرامج التلفزيه في نفس الوقت يتبعوها باستمرار؟ والله احنا مكثورين نحبوا نتفرجوا، والله انا المكثورين ديما نتفرج كان في الاسبوع، فهمت، نحبوا اسبوعي ديما، هما ديما ما يجيبوش حاجه جديده، ما فهمش حاجه، فهمت، نحبوا حاجه جديده ديما، خاطر توا مسلسلات يعاودوا فيها كيما الليل البيض يعاودوا فيه، يعاودوا في الخطاب على الباب كيف يعاودوا فيه، فهمت، برشا حاجات يعاودوا فيه، فهمش حاجه كتما جديده، فهمت، هذيك هي. هذيك كل رمضان يعملونا مسلسلات جدد. اي مش هي رمضان جدد ولا كيما انت تصور، انت ولاد مفيده مش نتاع جست نتاع عائله، فهمت، بالحق مش نتاع عائله ولاد، رغم هذا العائلات يتفرجوا فيه. لا والله انا واحده من الناس ما نتفرجش فيه، انا وصغاري ما تفرجوش فيه، خاطر فما حاجات يوروا فيها مش شكل، فهمت كيفاش. كيما رمضان الاخر جابوه مسلسل هذاك نوندو ولا شكون، ما تفرجناش فيه برشا، زاد فيه برشا حاجات، فهمت، لازمنا ما نتفرجوش فيه، هذاك كيما ولاد مفيد ما يعاودوهوش. انت تقول صغارك ما تتفرجوش والا وحدهم؟ لا انا وصغاري ما تفرجوش، وانا بطبيعتي ديما نحط لهم كوميك، ما نحطلهمش المسلسل. صغار صرا هما؟ اي عندي 4 سنين و9 سنين و7 سنين، لا انا ما تفرجش فيهم، خاطر فما حاجات ما مش بتاع عائله، فهمت، فما تبدا مثلا اسبوع يتفرجوا في اسبوع، فما ما نعرفش المكثر نحط لهم كان حنا بعلي، يعني انه شوف لي حل ينجم يلم العائله الكل. صحيت اي فما، خاطر فما بستيج هكا شويه ضحك، فهمت شويه، فهمت كيفاش، اما حاجه هكا حتى تبدا مثل حاجه مزيانه تبدا بها في التلفزه، لك يجيبونا في يوسف الصديق، فهمت كيفاش، هذيك تاع فمي، اما كيما هكا مسلسل ما نصورش تاع عائله، فهمت، فما نحب حاجه يجيبوا حاجه جديده، فهمت. والبرامج الاجتماعيه تتفرج فيهم مع صغارك ولا تتفرج وحدك؟ لا وحدي، لا فما مواضيع لازمنا، انا ساعات انا وراجلي نقعدوا مش نتفرجوا باش نحكي، وانا والراجل لازمنا بعد الصغار باش نحكي انا والراجل، فما حاجات ما نجمش نسمحهم لصغاري، فهمت، لازمني ديما انا والراجل نحكي، وما فماش، فهمت كيفاش، كهو محافظه على الطريقه هذه باش صغارك ما يتاثرش
اي صحيت ما نحبش انسان مثل ديما انا والراجل نحكي انا وياها نحبوش نبعد ديما صغار بعد امبارح بركه والله بعدتهم باش خاطر فما مواضيع ما نحبش نسمحهم لهم فهمت كيفاش كها كيما شنو والله في نقاش مثل في خصوص كينا في خصوصه هو فهمت كيفاش ما نحبش نسمحهم فهمت مثلا كتصير شويه مناوشات بينك وبين زوجك تفضل انك تحكي انت وياه وحدكم خير من قدام الصغار لا نفضل انا وياه وحدنا لا مع الصغار لا خاطر باش خاطر توا مخاخم فيرج فهمت كيفاش مخاخم فارغ مي لازمهم خاطر كي باش نحكي بينه مخاخم يتعبوا فهمت كيفاش لا هكا شنو هو الطريقه اللي بخلاف الحاجه هذه الطريقه اللي تستعملها باش معناها باش تنجح تربيتك لصغارك لازمني نسمع صعبي لي معاهم فهمت كيفاش ولازمني نعلمهم كيفاش يتعاملوا مع العباد وكيفاش فهمت كيفاش هذاك هكا ديما نوصي فهم نقولوا قرايتكم انا كيكا شنو هو الصفه اللي تحبها في صغارك والصفه اللي ما تحبهاش في صغارك والله انا لا تهمش ما نحبش التهمش مثل تبدا فهمتني التهمش ما نحبوش مثلا عندك مش تاكلي حاجه ديك بشويه كيكا لا مش تاكلي ذيك وبعد تاكلي ذيك وتاكلي ذيك فهمت انا نحب النظام كها فهمت كها يسمعوا الكلام ولا يسمعوا الكلام يسمعوا الحق لا يسمعوا حق البنات يسمعوا الكلام كها ايه شنو هو الفرق ما بين تربيه بنتك الكبيره وتربيه صغارك الاخرين من الرجل الثاني والله كيف نعامل فيهم والله كيف اما هذيك خاطرنا بنتي الكبيره حسبتها صاحبتي فهمت انا وياها تبدا عندها موضوع مثل تو والله تستنى فيا باش نتقابل انا وياها تو خاطر عندنا موضوع باش نحكي مع بعضنا فهمت ما لازمنيش هي فهمت كيف لازمني نقربها ليا انا فهمت خاطر ناقصه ابويه فهمت ما عنديش بو هو عايش معناها اكيد راه يتقابل فيه ولا ايه عايش اما هو معناها خلاها لي صغيره فهمت 7 سنين فهمت معناها قاعد يقابل فيها ولا هي قابل فيها لا ولا يقابل فيها ويحكي معها كل شيء فهمت ديجا انا ولد البارح كلمته قلت له راهو هكا وهكا بنتك راهو فما شكون يحب عليها فهمت كيفاش هكا اما المكسوره ديما قربت لي انا اكيد الام ديما اي صحيت كهو ماهيش حاسه بالنقص معناها مادام بوها موجود عادي تلاق ماهوش مشكله كبيره لا ما بالعكس ولا لا بالعكس ديما يقولوا خاطر الراجل الام راهو خايب امبوسيبل الراجل الام خايب راه فما لي هكا وفما لي هكا لا ولا لي انا نشوفها من روحي ماهوش خايب كنا معك انت راجلك باهي وكل اما فما حالات خايبه زيدا يرحم والدي ولد الناس والله يرحم والدي حتى كي تجي بنتي يعملها في اكثر من ولاده برسمه هو عنده ولاد يعملها في اكثر من ولاده علي باش نكذب احرق كها يقولوا المراه اللي طلقت وعاودت حياتها يكون قرارها في تجديد حياتها صارم اكثر من انه وحده باش ترتبط لي اول مره معناها باش تعرس لي اول مره لا بالعكس والله مستقرة ولا باس متهنيه يا ربي لك الحمد لله على ولد الناس مش نكذب عليه حرام عليه الحق حتى اولاده يحبوني واحد وبرغم عنده ولاده طفله يحبوني الحق قلت البارح جيت طلت علي انا مريضه مقربه طلت علي عليه باش نكذب كهو كان قرار سريع في انك تعود حياتك ولا خذيت وقتك لا خذيت وقتي باش عرست لا كهو متفاهمين والحق ان شاء الله ربي يهنيك عايشك ميرسي مدام ميرسي عايش